بتكونوا يا أصحابي إنسان متواضع. مش لازم الواحد أنه يعني يشوف حاله كتير على العالم، بصير أحس حاله مثلاً أنه أنا مثلاً أكبر منك، بحق لي أعمل هيك، بحق لي أعمل هيك، وأنت ما بحق لك تعمل هيك لأنه أنت أصغر مني، هيك أشياء. أنه يكون مثلاً منه فقير وهيك. ما بيقول أنه ليكو أنا عملت شعري، ليكو كيف هو، ليكو حلو هذا الشيء مش حلو. لما ما يكذب، لما ما يعمل حاله شغلة، ولما يكون عادي، لا بيضرب ولا بيسب. وقتها يكون شايف الكل أنه منيح معه، أو وقتها ما يشوف بحال أنه إذا جاب علامات حلوة ويصير يوزك للتاني أو يعمل إشياء هيك.